السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها: ولي العهد رئيس الوزراء تطوير البيئة التنافسية في العمل الحكومي المركزي، تأجيل الأقساط لستة شهور مع الإبقاء على الفوائد. السياحة: عقوبات لمخالفي الاشتراطات في احتفالات رأس السنة الميلادية. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: وزير الداخلية المحرق، القلب النابض بالهوية الوطنية. وزير المالية، الأولوية لخفض الدين العام. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: محكمتان جنائيتان للنظر في تدابير منع فيروس كورونا والحسم في 24 ساعة. 1665 مستفيدا من مزايا في عام 2020. أما صحيفة البلاد فقد بيّنت: مكافحة التستر التجاري لحماية المواطن والاقتصاد، فعاليات رسمية وشعبية تستنكر الإساءة القطرية للمحرق. نبدأ الجولة الصحفية لهذا اليوم مع صحيفة البلاد، حيث نقرأ من صفحتها الرياضية أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اطلع على آخر التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للمشاركة في مونديال كأس العالم في جمهورية مصر العربية في شهر يناير المقبل. أشارت صحيفة البلاد أن وزيرة الصحة فائقة الصالح شددت على ضرورة التقيد بالإرشادات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل المستجدات التي تشهدها بعض الدول، مشددة على أنه سيتم تطبيق الإجراءات على من يخالف هذه القرارات. كتب الكاتب إبراهيم النهام صحيفة البلاد مقالا بعنوان البهائيون والتسامح البحريني، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: تقدم العاصمة المنامة بأحيائها القديمة تحديدا تجربة فريدة تصدح بجمالية التعايش الديني، حيث تتقارب دور العبادة من مساجد ومآتم وكنائس ومعابد في مساحة جغرافية لا تتخطى الكيلومتر الواحد، والكل يمارس عباداته وكأنه في بلده. جاء مركز الملك حمد العالمي للتسامح الديني كتتويج ملكي لهذا الإرث الحضاري والإنساني البديع، والذي جعل أوال مقصدا للحياة والعمل وبناء الحياة الجديدة بسمعة تعبر عن جوهر الإنسان البحريني. استوقفتني باهتمام الطائفة البهائية الكريمة التي تتعايش مع بقية نظرائها في المجتمع بسلاسة وتعاون وصداقة وود منذ عقود طويلة. منهم من يتصدر المشهد بالأعمال الخيرية والاجتماعية. هذا النجاح المبهر رسالة سلام وتعايش عن البحرين وعن السنوات الضوئية التي قطعتها في مجالات التعايش والتسامح الديني واحتضان الآخرين والترحيب بهم. إلى صحيفة الأيام، حيث نطالع منها أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكدت على جميع المنشآت السياحية بأهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك عشية الاستعدادات لنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سوف يتم غلق المنشآت المخالفة وإصدار غرامات تصل إلى 10,000 دينار.
ومن الصفحة الاقتصادية نقرأ أن مصرف البحرين المركزي أصدر تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات التمويل لتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات، وذلك لمدة 6 شهور اعتباراً من شهر يناير لعام 2021 مع احتساب الفائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل. بقلم صلاح الجودر نقرأ مقالا له بعنوان إنجازات البحرين ومجال التنمية البشرية، فإلى أهم ما جاء في سطور هذا المقال. لقد حققت البحرين في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التنمية البشرية، وحققت مركزا متقدما في هذا المجال. وقد جاء تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 ليضع البحرين مع الدول الكبرى في مركز متقدم. تقرير البرنامج الإنمائي كشف عن نجاح البحرين بالمحافظة على مكانتها في فئة التنمية البشرية العالية جدا من المؤشر، وهو المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل مشاركة المرأة كقوى عاملة. وقد أشار التقرير إلى أن البحرين قد تقدمت 6 مراكز خلال 5 أعوام، فهي البلد العربي الذي استطاع أن يحقق ثاني أكبر قفزة صاعدة من حيث ترتيب مؤشر التنمية البشرية. المتابع للعمل الحكومي يرى تطور الأداء الوظيفي لتعزيز التنمية البشرية، لذا أشار التقرير إلى سعي البحرين للحصول على درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية. فالحكومة الرشيدة توفر التعليم المجاني وتضمن تكافؤ الفرص للرجال والنساء، وتحسن الرعاية الصحية والتي جميعها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج ونبدأ مع مقال للكاتب محميد المحميد، والذي جاء بعنوان إلا المحرق الشماء يا قناة الفتنة، فإلى المقال. حب المحرق وأهاليها الكرام، عشقهم للوطن وقيادته نهج أصيل في التربية الوطنية يعجز عن وصفه الكثير. بالتالي فإن فزعة المحرق وأهلها للبحرين وقيادتها وشعبها مضاعف وكبير وضخم. خطاب الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية للمحرق، ونقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جميع أهالي محافظة المحرق الذين يكن لهم جلالته كل المحبة والتقدير والاعتزاز. شرف كبير وعظيم يستلزم الولاء والانتماء للبحرين وقيادتها وشعبها، تماما كما قال معالي وزير الداخلية ابن المحرق الكريم: إن من يمس المحرق بأي شكل من الأشكال يكون قد تعرض لنا جميعا، فالمحرق هي الأصل، من ليس لديه غيرة على أصله فلا خير فيه. إلا المحرق الشماء يا قناة الفتنة، قناة الجزيرة القطرية، فالعنوان خطأ والتقرير كاذب، وانتهاك حقوق المواطنين مرفوض ومردود عليه. المساس بالمحرق جريمة لا تغتفر، والإساءة ضد البحرين لن تمر. أفاد الباحث الفلكي محمد العصفور بأن سماء مملكة البحرين ستشهد اليوم الأربعاء أول اكتمال للقمر في فصل الشتاء، والذي يسمى بالقمر البارد، حيث يعد ذلك آخر الظواهر الفلكية لهذا العام. وفي مبادرة جديرة بالإعجاب، شارك نخبة من طلبة المدارس الموهوبين في الفعاليات الفنية عن بعد، والتي جاءت بعنوان هذا العشم فيكم، والتي تهدف إلى تقديم الشكر والامتنان للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
لفتت صحيفة الوطن أن المستشار عبد الله البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتخصيص المحكمة الصغرى الجنائية الثانية والثامنة للنظر بالتجاوزات والتجمعات للقضايا والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تتولى النظر في القضايا وحسمها خلال 24 ساعة. أعلن المهندس باسم الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا بلغ 1665 مستفيدا خلال العام 2020، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ تدشينه بلغ أكثر من 6000 مستفيد. إلى ذلك، أعلن الدكتور محمد بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن انتهاء المجلس من المرحلة التشغيلية لمشتل بابكو النموذجي لاستزراع نبات القرم بعد إنتاج قرابة 2000 شتلة. وإلى فن الكاريكاتير مع نواف الملا وطارق البحار. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقعي live.ph. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.